بعيد انا خيالي بعيد ابعد من الفضاء ابعد من بعد المدى. لا تسألني شو طموحك حسب مش عارف الاجابة بعرف شو ابتلاء او اختبار او بداية للانتحار يمكن تكون بداية شفاء او بداية اكتئاب يمكن لاني بحلم واحلامي كلها خيال حاسس حالي بمسلسل او دراما عربية او يمكن اني عم بكون بمسية فرنسية مش حنزل بس القصة مش سهلة وبدها صبر ومش هاي صبر صبر أيو صدقني عانق النجوم وبيوم تنساني المصري بيكون صدقني عانق النجوم هذا مش ايجو ولا غرور بس أنا عند وعدي حوصل بيوم لا تحط اللوم علي نفس طويل وصبري جميل حلف حماس وشغف مليون مليون لليوم